أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه لا ينبغي لبريطانيا إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية لأن ذلك سينهي العلاقات الدبلوماسية مع إيران. وأضاف كاميرون أنه في أوقات الأزمات خاصة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وغزة من المهم أن يتم التشاور مع وزير الخارجية الإيراني، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك اتصال مباشر مع الإيرانيين عندما يتعلق الأمر بخفض التصعيد وليس عبر وسطاء. ونفتح نقاشا في هذا الموضوع خلال هذه الساعة مع ضيفينا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص ومن بروكسل الناشطة الحقوقية والباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. مساء الخير لكم، أهلا بكم معنا في الأخبار ليلة على شاشة الحدث. دكتور محمد، اليوم يعني تصريحات كاميرون هي ليست فقط تصريحات إعلامية ولكنها موجهة إلى المسؤولين الإسرائيليين بشكل أساسي، فعليا لماذا هذه الرسالة في هذا التوقيت؟ تحياتي لك. أولا هناك مناسبة لهذه الرسالة لأن هناك في ضغوط داخلية برلمانية في بريطانيا بوضع الحرس الثوري على لوائح الإرهاب. طبعا من فترة إلى أخرى نرى هذه التقليعة نوعا ما لأنها تتردد وكأن هناك إما توزيع أدوار وإما خلاف ما بين المؤسسة الأمنية البريطانية ومؤسسة وزارة الخارجية. منذ عام تقريبا بريطانيا أعلنت أن إيران تمثل التهديد والخطر الأول لبريطانيا. في الوقت نفسه وزارة الخارجية اعتبرت أنه ليس بالضرورة أن نضع أو نوافق على وضع الحرس الثوري على لوائح الإرهاب. لاحظي معي أن بريطانيا ملتحقة بالسياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة في كل شيء متعلق بهذه الدولة أو تلك، وخصوصا في الموضوع الإسرائيلي، لكنها مختلفة في الموضوع الإيراني. نعرف أن الولايات المتحدة وضعت حرس ثوري على لوائح الإرهاب منذ عام 2019، حتى الآن بريطانيا ما زالت صامدة. أعتقد أن لدى كاميرون حجج حقيقية يجب التنبيه أن بريطانيا هي جزء من المنظومة التي اتفقت مع إيران في فيينا عام 2015، هي جزء من 3 دول أوروبية، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى الدول الأخرى المنضوية. وبالتالي لبريطانيا مصلحة في أن يبقى هذا التواصل مع إيران طالما بالمقابل إيران تتوعد برد انتقامي بما في ذلك قطع العلاقات نهائيا مع هذا البلد. أستاذة منى، يعني اليوم أن يأتي هذا الرد من الجانب البريطاني وزير الخارجية، فعليا هو ماذا سيعني بالنسبة لإيران؟ هل إيران فعليا ستذهب إلى مزيد من التفاوض والتشاور والحديث مع البريطانيين، أو أنه هو يشبه ما رأيناه بأوقات سابقة، رفضت هذه الدول وضع أي شيء يتعلق بإيران على لوائح الإرهاب ولكن بنفس الوقت استمرت إيران بكل الجهود التي كانت تقوم بها لمصالحها؟ تحياتي لك والمشاهدين وضيفك الكريم، ضيفك الكريم من بريطانيا. يعني ممكن أحللها من زاوية أنه النظام الإيراني دائما يحاول أن يستخدم سياسة العصاية والجزر مع الدول الغربية، يعني من طرف يهددهم من طرف آخر يلوح لهم بإمكانية علاقات. يعني مع الآن حسب التقارير اللي خرجت من داخل الإيراني هناك حديث عن بدء تفاوضات مع طرف الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مندوبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة. يعني من طرف أخرى نرى أنه ارتفعت إيران حدة الهجوم على الناشطين على أراضي الدول الغربية. نحن يعني سمعنا عن عمليات الطعن للصحفيين في بريطانيا وعمليات هجوم على بعض من الصحفيين أو المعارضة الإيرانية عايشين في بريطانيا وبعض الدول الغربية. لذلك يعني أرى الجمهورية الإسلامية من طرف تحاول أن تفتح علاقات ومن طرف أخرى تبين أنه ما زال لديها القدرة أن تقوم بمزيد من التهديدات في الدول الغربية. من طرف أخرى يعني الدول الغربية بالأخص بريطانيا لا تريد مزيد من ارتفاع حدة الصراع في المنطقة وتريد تتجنب احتمالية ممكن اندلاع حرب في لبنان.
لذلك يريدون أن يحافظون بعد من هذه العلاقة ولو خيط رفيع حتى يستطيعون التفاوض مع الجمهورية الإسلامية ليمنعون ممكن ارتفاع حدة هذا الصراع. فممكن يتخوفون في حال أيضا هم إذا وضعوا الجمهورية الإسلامية الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، هذا يغلق الأبواب أن يستطيعوا أن يتفاوضون معهم. في حال انه عندما الولايات المتحده الامريكيه يضع مثلا الحرس الثوري على قائمه الارهاب، يكفي الحظر الاقتصادي الامريكي ان بالفعل يغلق جميع الابواب امام الحرس الثوري ليقوم بعلاقات تجاريه مع الدول الغربيه. يعني نعم عدم وجودها على قائمه بريطانيه لا يعني يمنع كثيرا من الحظر، لو بالفعل الولايات المتحده ارادت ان تطبق حظر جدي على الحرس الثوري. دكتور محمد، من ناحية بريطانيا أيضا بشكل خاص، الوضع الآن يعني ألا يختلف بالنسبة لبريطانيا بهكذا موقف، خاصة بظل كل الجرائم التي رأيناها تجاه معارضين إيرانيين موجودين داخل بريطانيا، منهم من هم بريطانيون أصلا، كل المشهد الذي رأيناه بالأشهر الماضية، التهديدات التي حصلت والتي تهمت إيران مباشرة بها، لماذا الآن تسكت عليها بريطانيا وتقول أنه يعني نحن بحاجة للحديث مع إيران وليس لعداوة أو لتصنيفات معينة معينة لها؟ أستاذة لارا، هي سكتت قبل ذلك وليس الآن، فقط للتذكير بأن الحرس الثوري الإيراني ليس فقط يعني كتلة أمنية عسكرية، هي كتلة تمتلك شركات وتمتلك نسبة كبيرة من الاقتصاد في إيران، ومن يريد أن يستثمر لاحقا في إيران عليه أن يأخذ بعين الاعتبار دور ومكانة الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني. ثانيا، أنه حتى الآن ليس هناك قرار بإزالة النظام في الإيراني، لأنه أنت عندما تتحدث عن وضع الحرس الثوري وهو عصب النظام الإيراني وهو العصب الأكثر يعني فعالية، خصوصا مع وجود الأصوليين في السلطة حاليا، هذا يعني إعلان حرب على إيران. وأعتقد أن إيران كان لديها ردود فعلا عنيفة مهددة في حال وضع الحرس الثوري على قوائم الإرهاب. على أي حال، الموقف البريطاني ليس بعيدا عن الموقف الأوروبي أيضا، هناك انقسام في أوروبا في هذا المجال، دول مثل فرنسا وألمانيا ما زالت ترفض هذا الخيار، وأعتقد أن لندن لديها بخبرتها الدبلوماسية العريقة لديها مصلحة في إبقاء هذا التواصل مع إيران. إذا أردنا أن نخفض التصعيد في هذه المنطقة، عليك أن تتواصل مع إيران، سواء الشيء المتعلق باليمن أو الشيء المتعلق بلبنان أو الأمور المتعلقة أيضا بملفات أخرى. لذلك أعتقد أن مقاربة كاميرون يعني تشبه بريطانيا وتشبه أيضا ما يجري في أوروبا. طيب، من ناحية ثانية أستاذة منى، اليوم مع وجود يعني مواقف أخرى تقول أنه قد يتم تصنيف الحرس الثوري إرهابيا، محاولات للضغط على إيران خاصة ما بعد محاولة ضرب إسرائيل بالمسيرات والصواريخ، هل في اعتقاد أن هناك تغير بالموقف الدولي تجاه إيران، وأي نوع من التغير هنا بظل أنه الضربة قيل أنه هندست ولم تكن فعليا يعني الضربة هدفها الأذى؟ يعني حسب ما أرى أظن المجتمع الدولي ينظر إلى الوضع الإيراني بترقب، يعني هناك بعض ممكن أمل أو تخوف أنه يبدأ صراعا داخليا داخل النظام الإيراني، أما بموت خامنئي أو بإعادة الاحتجاجات إلى داخل الإيراني مرة أخرى حتى يزعزع الوضع الإيراني. لذلك أيضا الطرف الإيراني دائما يحاول أيضا إلى إصدار المشاكل حتى يبين أنه في الداخل مستقر. يعني أظن المجتمع الدولي في هذه المرحلة يحاول أن يحتوي مرة أخرى إيران حتى يشوف ماذا ممكن يحصل في المستقبل، لأنه إيران بالفعل صفيحة ساخنة الآن. يعني صحيح أنه استطاعوا أن يخمدوا حركة جينا أميني وهذا يعني الثورة اللي تقريبا استمرت في إيران أكثر من 10 أشهر. الآن نبين يعني اليوم أو يوم أمس بي بي سي انترناشونال أيضا قامت بنشر معلومات صادمة عن قتل المعترضين، يعني وهذا تسببت في كثير من الغضب من طرف الإيراني. يعني أرى أنه أيضا الدول الغربية منها بريطانيا يتابعون الوضع الإيراني على أمل ليكون هناك مرة أخرى زعزعة داخلية، ثورات داخلية تسبب في تغيير الوضع الإيراني، لأنه أي تغيير من الخارج
بينت نتيجتها بالعاده كارثيه في المنطقه، الحاله العراقيه، الحاله الافغانيه عندما لا ياتي تغيير من داخل، وهناك احتماليه كبيره سيكون هناك تغيير من داخل الايراني، لذلك ان الدول الاوروبيه تريد قدر الامكان تحتوي الوضع الايراني حتى لا تقوم بحرب خارجيه حتى تتجنب مشاكلها الداخليه، مثلا في حرب الايرانيه العراقيه لتعطي مثال يعني كانت في بدايه الثوره بحجه حرب خميني استطاع ان يقضي على جميع المعارضين، استطاع ان يقتل حتى قادات من الحرس الثوري، حتى القادات من الجيش اللي كانوا معارضين على السياسات الخمينيه، استطاع ان يضع كثير من المعممين الى جانب، لذلك ايضا الدول الاوروبيه يريدون ان يتجنبون حربا عارما في ايضا في المنطقه، وان لا يعطوا لايران حجج ان يزيد في قمع الداخلي، لذلك يعني الايام قادمه تبين ان ايران وضعها الداخلي غير مستقر، لذلك لديهم امل أن الوضع يتغير، ولكن وأيضا حتى التصرف الإيراني هندسة نعم الهجوم تبين أن هم غير موثقين بوضعهم في هذه المجال، ولكن يلعبون بطاقاتهم بطريقة جيدة. دكتور محمد، أين يضع يعني ذلك إسرائيل برأيك اليوم بظل هذه الرسائل الآتية من أوروبا، من بريطانيا، حتى كذلك تعكس نوعا ما موقفا أمريكيا؟ هل هذه الحدود التي وصلت إليها إسرائيل مع كل هذه الدول الحليفة من ناحية إيران؟ لكن أعتقد أن إسرائيل غير متفاجئة، يعني قواعد اللعبة حتى ما قبل 7 أكتوبر هي هكذا، هذا العالم يتعامل مع إسرائيل، وإذا كان هناك موقف إسرائيل عفوا يتعامل مع إيران، وإذا كان هناك موقف عنيف إسرائيلي وخصوصا من بنيامين نتنياهو ضد الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015، هذا بسبب إقرار إسرائيل بأن هذا العمل يتعامل مع إيران ويتعامل مع برنامجها النووي بغض النظر عن مصلحة إسرائيل وحتى مصلحة المنطقة، فبالتالي لا جديد في الأمر. بريطانيا لديها موقف داعم لإسرائيل، فرنسا وألمانيا أيضا والولايات المتحدة، لكن كل هذه الدول لديها موقف يختلف تماما عن الموقف الإسرائيلي إزاء إيران، وواضح أن إسرائيل أيضا التزمت بهذه الضغوط الدولية بشأن الرد ضد إيران، بمعنى أيضا أن مصالح هذه الدول تفرض على إسرائيل احترام قواعد لعبة يبدو أنها احترمتها حتى الرمق الأخير. أيضا أستاذة منى، هذا ماذا سيعني من ناحية إيران ومستوى التصعيد؟ يعني يوم وجود هذا الموقف الأوروبي إلى جانب كذلك عدم التصعيد الأمريكي، هل يعني إيران كذلك بهذه الحالة ستلتزم بعدم التصعيد ويعني تعود إلى خطوط الاشتباك السابقة بشكل أو بآخر؟ يعني بالعاده يعني التجارب السابقه وحتى الشعارات اللي رفعها المرشد الاعلى تبين انه عندما النظام يكون في خانه اليك، في زاويه اليك، يعني ما يستطيعون ان يتحركون، يقومون ب يعني حسب ما هم يقولون بتراجع الاستراتيجي، او يقولون بعض من الحركات يسمونها هم يعني المرشد الاعلى سماها عندما نقوم برياضه ونحن نقوم بتحميه الجسم، فهو قال نحن بقومنا بتحميه جسمنا ولكن في النهايه نقوم بالهجوم، كل هذه الشعارات يرفعونها عندما يكون في حاله حرجه، الان كذلك يعني عندما يكون نظام الجمهوريه اللي سمى بالفعل نعم. اذا كانت حافيه الانهيار، اذا كانت هناك ضربه جديه اسرائيليه على مناطق حيويه مثلا العاصمه، كانوا ليتراجعوا، ولكن كلها يعرفونها مخططه ومبرمجه بشكل انه يرضون الحاضنه الشعبيه في المنطقه ويرضون بعض من القوات الامنيه اللي الان يقومون بقمع النساء في الداخل. انا استبعد انه يرفعون حده الصراع، ولكن يهددون بذلك ويلعبون من خلال هذا التهديد كبطاقه في مفاوضاتهم مع الدول الغربيه. شكرا لك ضيفتنا من بروكسل الناشطة الحقوقية والباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي، وشكرا لضيفنا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص.